بحر وتهليج ودوما تسلينا طبيك اثبت وابوه والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدر بشرى يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال، وش راكم؟ راكم شابين بهذه الرسومات هادو؟ مرحبا بكم في حصة مع عمو يزيد، وانتم تاني أصدقائنا اللي راكم تشوفوا فينا. إلا حبيتوا تحضروا معنا وتفرحوا كما الأطفال اللي راهم معنا، عليكم إلا توجهوا الإنترنت على موقعنا بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. فقط يا أطفال شيء مهم، كي توجهوا الإنترنت وتسجلوا طلب الحضور نتاعكم لازم تصبروا شوية، لأنه تسجيلات كثيرة، لأن قال الأطفال حابين يجوا عند عمو يزيد وعمو يزيد حاب يستضيفكم كامل. إذا نصبروا شوية وراح نكمل، جو تفرحوا معنا كما الأطفال اللي محاضرين معنا اليوم. كالمعتاد في كل مرة نتكلموا على أيام عالمية ودولية مهمة في حياتنا. اليوم في هذه الفترة هذه اللي تصادف 18 ديسمبر كاين يوم عالمي مهم جدا جدا. الأمم المتحدة دارت يوم عالمي للغة العربية. إذن يوم 18 ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية اللي هي لغتنا شو اللي عارفها؟ لغتنا الأم. يا أخي لغتنا الأم هي اللغة العربية. ومن بعد عمو يزيد دار لكم مفاجأة في هذا الموضوع هذا. يا أخي تحبوا الألغاز؟ تحبوا؟ إذن لغز اليوم يقول: شيء لديه 12 اسما وليس له جسم، ما هو؟ أعيد اللغز: شيء لديه 12 اسما وليس له جسم. إذا فكروا معنا إلى غاية نهاية الحصة، أنتم وزملائنا اللي يشوفوا فينا أصدقائنا الأطفال يقدروا يشاركوا في الجواب على اللغز بهذه الطريقة عبر موقعنا الإنترنت. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. اليوم كلفنا الباحثة إيناس باش تعرفنا عن شخصية مهمة في ثورة التحرير الوطني اللي هي صالح بوبنيدر. إذن تفضلي إيناس. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على حياة المجاهد صالح بوبنيدر. صالح بوبنيدر من أعضاء مجلس الثورة، ولد في عام 1929 في واد زناتي قلب غالما. بدأ حياته السياسية عام 1945 في صفوف حزب الشعب الجزائري، ثم دخل حركة الانتصار الحرية الديمقراطية وأصبح عضو في المنظمة الخاصة. اعتقل في عام 1950 ثم دخل السجن حتى عام 1952. في فبراير 1955 التحق بأول مجموعات المسلحة للجيش التحرير الوطني، ثم تحت مسؤولية سجين زميل له يوسف زايد، وهي المسؤولة عن تنظيم الكفاح المسلح في محيط قسنطينة، حيث أنه لوحظ خلال عمليات ناجحة 20 أغسطس 1955 التي أكسبته اللقب صوت العرب بإشارة باسم إصدار دعاية في القاهرة التي كانت في كثير من الأحيان له. الملهم أكثر العمليات العسكرية، وأصبح عضو في قيادة الأركان العسكرية، وفي نهاية المطاف تحمل مسؤولية المنطقة الشمالية لقسنطينة الولاية الثانية خالفا للعقيد على كافي، وتوفي في 27 مايو 2005. شكرا إيناس. يا أطفال بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، عمو يزيد دلكم أغنية تتغنى باللغة العربية، نقول فيها: لغتي يا أجمل اللغات. تغنوا معايا؟ يلا نغنوا مع بعض.
اللغات يا أجمل اللغات، بك أعتز وأفتخر، بك أعتز وأفتخر. أصيلة عربية أنت، وأنا من العروبة أنحدر، ومن العروبة أنحدر. لغاتي يا أجمل اللغات، بك أعتز وأفتخر، بك أعتز وأفتخر. أصيلة عربية أنت، وأنا من العروبة أنحدر، ومن العروبة أنحدر. ورثناك من الأجداد، يعشق في كل لسان ويطيب فيك الإنشاد. أنت هي لغة الضاد، ورثناك من الأجداد، يعشق في كل لسان ويطيب فيك الإنشاد. لغاتي يا أجمل اللغات، بك أعتز وأفتخر، بك أعتز وأفتخر. أصيلة عربية أنت، وأنا من العروبة أنحدر، ومن العروبة أنحدر. من ألف تمتد الياء، رائعة ذات بهاء، كنور يسطع في الأرجاء. أحرفك خطوط ودوائر، من ألف تمتد الياء، رائعة ذات بهاء، كنور يسطع في الأرجاء. لغاتي يا أجمل اللغات، بك أعتز وأفتخر، بك أعتز وأفتخر. أصيلة عربية أنت، وأنا من العروبة أنحدر، ومن العروبة أنحدر. القرآن ستبقين لسان الدين، خالدة عبر الأزمان، في كل وقت وحين. أنت هي لغة القرآن، ستبقين لسان الدين، خالدة عبر الأزمان، في كل وقت وحين. لغاتي يا أجمل اللغات، بك أعتز وأفتخر، بك أعتز وأفتخر. أصيلة عربية أنت، وأنا من العروبة أنحدر، ومن العروبة أنحدر. برافو 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 يا أطفال. نروحوا دركا نرحبوا بعمو أمين اللي جانا من مدينة سطيف بألعاب الخفة. تفضل عمو أمين.
برافو 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 عمو أمين، برافو 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 برافو. يا أطفال رح نحكي لكم حكاية النمر الفيل والعصفور الشجاع، يلا معايا. إذن يا أطفال رح نحكي لكم حكاية النمر الفيل والعصفور الشجاع. يا أطفال حكاية اليوم، كانت في واحد الغابة، في واحد الغابة كان يعيش فيها نمر فيل، كانوا أصدقاء يمشوا هكذا في الغابة وكامل، كانوا يهدروا يتكلموا. إذن الفيل يتكلم مع النمر، قال له وش بيك، شغل كان خايف هكذا، قال له وش بيك، قال له أنا نخاف من الصياح تاع الديك. قال له كي بدا الديك يعيط هكذا كان نخاف، قال له نعود نرجف ما نعرفش كاع واش راح يصرى لي هكذا. قال له وش بيك تخاف من الصياح تاع الديك وانت ملك الغابة والنمر وكذا وكاع الحيوانات يخافوك وكذا؟ قال له لا نخاف من الصياح تاع الديك. ومن بعد قعد شاف الفيل هذاك يحرك في ودنيه هكذا، غير يحرك فيهم يحرك. النمر قال للفيل، قال له وش بيك انت؟ قال له انا نخاف الناموس يدخل لي في ودني. قال له كيفاش انت فيل كامل اضخم واثقل حيوان في الغابه تخاف من الناموس؟ قال له انا نخاف كي يدخل لي الناموس، قالوا ياذيني وكامل نخاف منه. قعدوا يتكلموا النمر والفيل على واش يخافوا واش ما يخافوش. ومن بعد شافوا في واحد الشجره هكذا كان واحد العصفور فوق البيض ديالو هكذا، جاء واحد النسر هكذا حب ياخذ له البيض ديالو. وهذاك العصفور هذاك ما خافش من هذاك النسر، باسكو كان رايح يدافع على ولاده كامل، بقى يضرب مع هذاك النسر هذاك. قال له لا ما تدينيش ولادي وكامل. هما هذوك الحيوانات يشوفوا كيفاش عصفور صغير يضرب مع نسر كبير باش يحمي ولاده، الشجاعه اللي كانت عنده تخلعه. إذن عمو يزيد نستخلص من الحكاية أنه يجب على الإنسان أن يكون شجاعا ويتجاوز كل الصعوبات. برافو 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 بوبي، برافو 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 برافو. يا أطفال إذن مهم جدا أن الإنسان يتجاوز المخاوف نتاعو. بالمرات تكون عندك مخاوف صغيرة كما الفيل يخاف من الناموس، كما مثلا كاين إنسان يخاف من الظلمة، كاين لازم تتعلم أنك تتجاوز هذه المخاوف باش نتجاوزوها بالشجاعة. يا أطفال برافو. يا أطفال شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ شكون؟ تعالي بنتي أرواحي، تعالي أقعدي. واسمك بنتي؟ سلاف. وين تسكني سلاف؟ بومرداس. في بومرداس، خير الناس. تحبي الأرانب؟ إيه. احكي لنا النكته تاعك بنتي. قال لك واحد اسمه عقلي واحد اسمه وش دخلك؟ ايه قال له واحد نهار ماما كي قرب لا رونتري سكولار سجلتهم ماماهم في المسيد. ايه من بعدتك راحوا المسيد. هذا عقلي راح يشري قرنطيطة، ومن بعد واش دخلك دخل الاخر، ومن بعد تيك الاستاذ ديالو قالت له واسمك؟ قالها واش دخلك. قالت له واسمك؟ قالها واش دخلك. قالت له واسمك؟ قالها واش دخلك. من بعد قالت له ديك المدير؟ قالها ديني. قال له اسمك؟ قال له واش دخلك. قال له اسمك؟ قال له واش دخلك. قال له اسمك؟ قال له واش دخلك. قال له ولو عقلك؟ قال له راح يشري قرنطيطة. برافو برافو بنتي برافو. شكون اللي عنده نكته؟ اروح تعالى اقعد وليدي. واسمك؟ محمد. محمد شوف الكاميرا محمد. واسمك؟ محمد. محمد شحال في عمرك؟ سبع سنين. سبع سنين. وين تسكن؟ بالعباس. سيدي بالعباس، خير الناس. شحال رقم الولايه تاعكم سيدي بالعباس؟ 22. برافو برافو برافو، خير الناس. إذا سلمنا على كاع الناس سيدي بالعباس كي تروح. هاي احكي لنا النكتة تاعك. واحد النهار واحد شغال في فرنسا يكلمه كسموها قهوة، قالت له كافي، من بعد قال لها كسموه السكر، قال لها السكر، من بعد كي راح
كراح نسب اي باش بغى يشري قهوه اي كراح القهوه نسب باش يقولها كيسموها المغرف كيسموها اي قال يعطيني كافي عطا كي قال يعطيني السيك قال يعطيني السيك خطا اي من بعد قاعد يتفكر يتفكر المغرف كي داير اي من بعد قال يعطيني هذيك اللي ديرها برافو 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 تعالي بنتي تعالي برافو تعالي اقعدي بنتي واسمك؟ اسمي دعاء. دعاء وين تسكني دعاء؟ نسكن في ولاية البويرة. ولاية البويرة خير ناس خير ناس حكي لنا النكتة تاعك بنتي. قالك واحد جاي حرف فلسطين ما لقاش الهريسة. كيفاش؟ قالك واحد جاي حرف فلسطين ما لقاش الهريسة. اروح وليدي تعال 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 اقعد واسمك؟ محمد. وين تسكن محمد؟ في دار البيضاء. دار البيضاء خير الناس حكينا النكته تاعك. كان واحد نهار معلمه قالت لتلامذتها وحرسموا لي حيوانات واحد رسم لها نقطه قالت له شنو هذه قال لها فيلا وجاي من البعيد. برافو 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 يا اطفال واش رايكم واش رايكم لديه 12 اسما وليس له جسم ما هو؟ ما هو؟ بس نتشوف. واسمك بنتي؟ فايزة. فايزة، وش هو الجواب؟ سنة. السنة، برافو برافو، تعالي فايزة، روحي روحي بنتي، روحي، اقعدي هنا. السنة، 12 اسم اللي هي؟ اسمي بنتي، فوالا. 12 اسم اللي هي أشهر سنة، وليس لها جسم، هي السنة. برافو. إذن عمو يزيد يهديك قبعة تقيك من أشعة الشمس وسيدي من حق الطفولة لعمو يزيد فيه 22 أغنية هدية للشاطرين. تفضلي بنتي تفضلي. العفو العفو العفو. برافو 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 برافو. يا أطفال لحقنا ركن عيد ميلاد أسماء 9 سنوات. أروحي أسماء تعالي التحقي بيا. أسماء تعالي تعالي بنتي. إذن احنا راح نغنوا الأسماء عيد ميلادك. نغنوا الأسماء عيد ميلادك أحلى عيد. أعطيني نندي لها التاج العروسة هذه. عيد ميلادك أحلى عيد وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الجاتو تاع أسماء باش نحتفلوا بعيد ميلادها. عيد ميلادك أحلى عيد ربي كتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد نقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد نقول لك عيد ميلاد سعيد من تربيتك نتمنى صحة وسعادة وهنا أيامها أفراح يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة
أنا حلوة يا جميل. برافو 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 برافو. إذن بنتي كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت بخير. إذن بما أنك من الأطفال اللي شاركوا بجمع خمس قسيمات من حليب رامي وبعتهم لنا، اخترناك باش يكون عيد ميلادك اليوم. إذن هذه هدية مهداة من راعي الحصة رامي. إذن تصفيقة تصفيقة يا أولاد، تصفيقة تصفيقة. هذه هدية من رامي، ستون تابلت كيدز تفيدك إن شاء الله، تفضلي. وهذه شهادة، شهادة في تصوير، شهادة لإنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وانتم كامل غير تخرجوا تسيبوا كاع الشهادة تاعكم يسنوا فيكم. تفضلي بنتي، كل عام وانت بخير قبل 100 عام إن شاء الله. شكرا، برافو برافو. إذن وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نهار 3 على 5 تاع العشية على قناتكم الشروق تي في. نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.